احنا كمصريين نحب قعدة القهوة من زمان، ونحب اللي يحبها ونقدره. وقبل الراديو والتلفزيون وماتشات الكورة كانت وسيلة التسلية على القهوة هي الشاعر، واللي كان بيغني على الربابة سيرة الهلالي والظاهر وشفيقة ومتولي، وكمان الأدباتي، وده كان بيبقى واحد لابس طرطورة على راسه بيلف في الشوارع طول النهار ويروح على القهاوي يقول كلام مسجوع وأشعار وأسجال، وكان دايما يبدأ كلامه أنا الأديب الأدباتي أكل وبرة مش نباتي، وبعدين يبتدي يقول اللي هو عايزه، وبعدين يقلع طرطوره ويلف بيه على الناس يلم اللي يجوده بيه. وكان حظه بيبقى وحش قوي لما يلاقي اي واحد يدخل معاه في سجال، او زي ما بنقول دلوقتي يخش له قافيه ويطلعه خسران ويبوظ عليه اللفه ومحدش يرضى يديه فلوس. وكان دايما اللي يبوظ يوم اي ادباتي هو المشاغب الوطني الثائر عبد الله النديم، وده اللي هنتكلم عنه النهارده شويه. بس الاول لو بتشوفنا عن طريق فيسبوك او يوتيوب تابع قناتنا وفعل التنبيهات علشان تبقى معانا دايما. انا طارق الشافعي، وانت دلوقتي في ضيافه قناه وقال الراوي. في حارة ضيقة من حارات السيالة بحري عندنا في اسكندرية اتولد عبد الله النديم عام 1842، وكان ابوه الشيخ مصباح ابراهيم راجل شرقاوي اخد عيلته وعزاله ورحل على اسكندرية من زمان، فتح فرن بلدي صغير وبيشتغل في نفس الوقت مع جماعة قريبه نجار في المينا بيعملوا مراكب صيد ويصلحوا كمان المراكب التلفانة. فرح الشيخ مصباح قوي بابنه اول ما اتولد، ولما كبر شوية بعته يحفظ قرآن ويتعلم في جامع الشيخ إبراهيم اللي كان في سوق الترك في المنشية. هناك اتعلم الصبي على ايدين مشايخ كبار الفقه على مذهب الإمام مالك، والمنطق والأصول والأدب والأشعار. بقى الكل يتكلم عن ابن الشيخ مصباح اللي عنده ذاكرة عجيبة بتحفظ كتير من الأشعار والأسجال لمجرد ان هو يسمعها مرة واحدة بس. ولما اتعلم الكتابة بدأ يكتب شعر ونثر منظوم بالسجع بشكل مميز لفت نظر كتير من أساتذته. لما كبر شوية اتغير اسلوبه في الكتابة وتحرر من السجع وبقى ناضج كتير عن زمايله، وبدأ يتعرف بكتاب وشعراء كانوا بيقعدوا معاه رغم ان سنه صغير ويناقشوه في كتاباته، والكل كان بيتنبأ ليه بمستقبل عالي في الكتابة والأدب. عاصر النديم وهو صغير تولية الوالي محمد سعيد باشا في يوليو عام 1854. لاحظ كمان ان اسكندرية بقى فيها اجانب كتير قوي لدرجة ان هو حسب كلامه الهوى بقت ريحته خواجاتي، ولاحظ ان الخواجات دول كانوا بيجوا من بره اغلبهم مفلس وعلى قد حاله، بعد شهور قليله القرش كان بيجري في ايده، وناس كتير منهم كانت بتروح تشتري اطيان واملاك. طب جابوا فلوس منين؟ وعرف بعدين ان الناس دي كانت بتروح بمشاريع وهميه للوالي محمد سعيد اللي كان فاتح لهم دايما بابه وبيديهم عطايا ومنح وفلوس وبيشجعهم ان هم يقعدوا معاه في مصر، وكتير منهم كان بيسيب بلاده ويستقر هنا. شاف بعينه الاستغلال والاستغفال والسرقة من هو صغير، وكان أول درس ليه في السياسة يتعلمه في أوائل أيامه، ولأنه أهمل دراسته وراح يسعى وراء جلسات الأدباتية والصمار بيخيروا أبوه بين أنه يرجع للدراسة تاني أو أنه ينزل يشتغل معنا نجار في المين. ولكن الشاب عبد الله اللي كان عمره وقتها 17 سنة بيختار أنه ما يعملش مشاكل مع أبوه اللي بيحبه ويسيب اسكندرية كلها عام 1860 ويبدأ رحلته في البحث عن القرش. بيروح القاهرة وبيتعلم التلغراف، وكانت أيامها مهنة جديدة في مصر. بيجيله الشغل في قصر الوالدة باشا أو خشيار هانم أم الخديوي إسماعيل، ومن بعد حواري الجمرك والمنشية والسيالة، طبعا جاردن سيتي نقلة جامدة جدا بالنسبة لواحد زي عبد الله النديم، لأن هو ما بيعرفش يتكيف مع الوسط الجديد، بيتخانق كل شوية مع رئيس الخدم، وكان سوداني بيقول فيه النديم زجل عنصري شوية، لما بيوصله بينطرد النديم من القصر ومن جديد بيلاقي نفسه في الشارع. وعلى القهوة بيتعرف النديم على واحد من عمد الأرياف بيروح معاه للدقهلية علشان يعلم أولاده القراية والكتابة والحساب مقابل أجر شهري، ولكن برضه بيختلف النديم مع العمدة لما بيقول فيه زجل ساخر في واحدة من جلسات السمر بالليل. لما بيوصل الكلام للعمدة طبعا بيطرده من البلد كلها، ويجرب النديم المرة دي رزقه في التجارة، ما هو بالشكل ده صعب ان هو يشتغل عند حد،
فبيفتح دكان بقال في مدينة المنصورة، ولكن اللي فيه طبع ما بيغيروش، بيجمع حواليه الأدباتية والمثقفين والصمار اللي معاه في المنطقة، بيتلموا حواليه زي المغناطيس، وبيعملوا قدام دكانه حاجة كده أشبه بالصالون الثقافي، بيقعد النديم معاهم وينشغل عن البيع والشراء، بيعين طبعا صبي يبيع بداله في الدكان وياخد منه مرتب، الى جانب ان هو كان بيبيع كتير قوي شكوك واحيانا ببلاش للغلابة، ولكن في وقت قليل الدكان بيفلس ويضطر ان هو يقفله ويرحل من البلد كلها، ويحط رحاله المرة دي في مدينة طنطا يدور على شغل هناك، وعلى قهوة في ميدان محطة مصر بيجيله أدباتي زجال يميل عليه وهو قاعد ويقول له: انعم علينا بقرشك يا جندي، ولا كسينا المال يا لفندي، احسن دنا وحياتك عندي بقالي شهرين طوال جوعان. طبعا بيضحك النديم على اللي جاي يبيع المايه في حاره السقايين، وبيبص للأدباتي بطرف عين ويقول له: اما الفلوس انا مديشي، وان قلت لي انا ممشيشي، يطلع علي حشيشي اقوم املص لك الودان. ساعتها بيعرف الأدباتي ان هو دخل في حاره سد وبيمشي، لكن المسمع ده بيوصل لشاهين كينج باشا واللي كان مفتش عموم وجه بحري وكان من هواة الأدب، فبيعزم النديم على جلسة مسائية في سرايته، وهناك بيتعرف بكتير من المثقفين والأدباء، وكانت أيامها حركة الصحافة في مصر لسه وليدة، بيتعرف كمان على توتونج بي واللي كان من الحاشية الخدوية، فلما بيطلب منه النديم شغل وبيعينه وكيل لدائرته، بكده بيرجع النديم للقاهرة تاني وبيبدأ فاصل جديد في حياته الأدبية والثورية. وفي القاهرة بيتعرف النديم على الشيخ جمال الدين الأفغاني، واللي كان زبون مستديم على قهوة متاتيا، القهوة العريقة اللي كانت في ميدان العتبة في القاهرة. تلاقي الأفغاني قاعد هناك على طول، وجنبه الشيشة وفنجان قهوة سادة، وكان دايما يتكلم مع الناس كلام ثوري حماسي، وتلاقيه دايما يجي حوالي 15 20 واحد زباين مستديمة قاعدين بيسمعوا منه ويناقشوه في اللي بيقوله. اللي هناك ده أديب إسحاق، وجنبه سليم نقاش، ودول شوام، واللي جنبهم الطويل ده كان طالب في المدرسة الحربية واسمه محمود سامي البارودي، واللي جنبه على طول القصير ده شاب أزهري واسمه محمد عبد، واللي بعده الطويل ده برضه أزهري ولكنه تمرد على لبس الجبة والعمة والقفطان ولبس بدلهم بدلة اسمه سعد زغلول، واللي في الآخر ده شاب أبيضاني شامي اسمه رشيد رضا، وغيرهم وغيرهم من اللي بقوا بعد كده النخبة اللي شكلت الرأي العام في مصر. كلهم كانوا من تلاميذ الأفغاني، واللي بينضم ليهم النهاردة عبدالله النديم، وبيعجب الأفغاني بكلامه، ولما بيسمع منه حكايته بيشور عليه ان هو يرجع اسكندرية تاني يكتب من هناك عن الفكر الثوري، وبيرشح له ان هو يكتب في جريدة التجارة بتاعة أديب إسحاق، وجريدة تانية حرة اسمها جريدة مصر. ومن اسكندرية بيبدأ النديم سلسلة مقالات حماسية بتتكلم عن توجه وطني رافض للتدخل الأجنبي في مصر، بينتقد كتير من تصرفات الخديوي إسماعيل واللي غرق مصر وقتها في الديون، رابط الحلقة هيظهر دلوقتي فوق. كمان بيتعرف النديم على بعض الشباب اللي أسسوا بعد كده جماعة قومية سرية اسمها جماعة مصر الفتاة، ولما بيطلب منه ان هو يدخل معاهم بيرفض النديم العمل السري طبعا لشجاعته، بيطلب منهم ان هم يطلعوا للعلن، ولما هم اللي بيرفضوا بيسيبهم ويروح مشارك في تكوين الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1879، واللي كانت بتقوي الأطفال الأيتام واللي أهليهم مش قادرة تصرف عليهم. بيأسس النديم فيها مدرسة أهلية يعني مش تبع وزارة المعارف، وبيكون هو أول مدير ليها، وهنا بتظهر مهارته في الخطابة. وبعدها بشهرين بيتم خلع الخديوي إسماعيل وتوليد ابنه محمد توفيق، واللي بيوعد المصريين أول ما جاء بأن هو هيتولى كتير من الإصلاحات ويعالج كتير من أخطاء والده الخديوي السابق. ما بيصدقوش ناس كتير، لكن بيقولوا أما نشوف. ولما الخديوي بينسى وعوده بيكتب النديم مقالة حامية شوية بأسلوب بيكون ملفت لكل المصريين والقراء، بيصطدم مع رياض باشا رئيس الوزراء بعد ما بيكتب رواية مسرحية اسمها الوطن وطالع التوفيق، بينتقد فيها الحكومة وبيقدمها بفريق التمثيل بتاع مدرسة الجمعية الخيرية على مسرح زيزينيا العريق، وبيحضرها الخديوي توفيق، ورغم الانتقادات اللي فيها لكن بتعجبه المسرحية، يمكن لاختلافه مع رياض باشا وقتها،
وبعد العرض ما بيخلص بيقابل الخديوي النديم وبيقول له على اعجابه بالمسرحية وبالنشاط المسرحي بتاع المدرسة، وبينعم عليه بمبلغ 250 جنيه سنويا للمدرسة وللجمعية. اما رياض باشا بيتضايق جدا وبيروح يكلم المحافظ علشان يطرد النديم من ادارة المدرسة ومن اسكندرية كلها. وفي يوم وليلة بيلاقي النديم نفسه بلا عمل وبلا مأوى بعد ما طرده كمان صاحب البيت. بيقرر ان هو يتفرغ للعمل الصحفي، بيشارك في تأسيس مدرسة تعتبر واحدة من رواد العمل الصحفي الساخر في مصر، كان اسمها التنكيت والتبكيت، في يونيو عام 1881. بيكتب فيها سلسلة مقالات جماعية حامية بتنتقد الحكومة والنظام، ولكن بأسلوب ساخر جديد مش يهلك من الضحك بس، لا كمان كان بيحرك المشاعر. وبتنجح المجلة وأعدادها بتتباع أول ما بتنزل، في الوقت اللي بيبدأ فيه عرابي باشا دعوته للثورة على الخديوي. بيتصل بالنديم وبيعزمه عنده. لما بيتقابل معاه بيعجب كتير بشخصيته وبيطلب منه ان هو يبقى خطيب وداعية للثورة. بيطلب منه ان هو يلف على الاماكن والتجمعات اللي بيقعدوا فيها المثقفين والنخبة، يخطب فيهم ويزرع في نفوسهم الفكر الثوري. اثرت خطب النديم في الناس كتير ونقلت معنى الحرية لكل واحد فيهم، لدرجة انها كمان خرجت برا القاهرة لكل المدن والنواحي اللي حواليها، وده بيخلي الشباب ييجوا من الأرياف والمدن يسمعوا خطب النديم في القاهرة ويقابلوه ويتعلموا منه. وبعدين بيخرج كتير من الأعيان والفلاحين بعدها لمبايعة عرابي على الثورة ومعاهم النديم، يقول وهم يقولوا وراه. وفي 9 سبتمبر عام 1881 بيكون عبدالله النديم على رأس المدنيين اللي بيشاركوا في زحف الجيش مع عرابي على قصر عابدين، وبيضطر الخديوي ان هو يطاوع عرابي ويقيل وزارة رياض باشا ويسند الوزارة الجديدة لشريف باشا، وبيتم إعلان قيام حياة نيابية دستورية في مصر بإقامة مجلس نواب بالانتخاب مش بالتعيين زي اللي فات، وبيتعين عرابي باشا وزير الحربية، وبتنجح الثورة بشكل مؤقت طبعا، وبينجح معها عبدالله نديم وبيشتهر أكتر وبيبقى من رموز الحركة الوطنية في مصر. بيقفل التنكيت والتبكيت وبيأسس مجلة جديدة بيسميها الطائف، وبيبدأ معاها فاصل جديد من المقالات الثورية والوطنية إلى جانب جولاته في القرى والكفور والنجوع. كان بيقابل الفلاحين ويخطب فيهم خطب حماسية تعلمهم يعني وطنية، تزرع فيهم الانتماء لبلدهم وتعرفهم حقوقهم وواجباتهم يمكن لأول مرة في حياتهم، مفيش حد قبله كان بيعمل كده، وتكون دي أول حملة دعاية أو بروباجندا تحصل في تاريخ مصر كله. وفي يوليو عام 1882 بيضرب الأسطول الإنجليزي اسكندرية من البحر، ويشتبك مع عرابي باشا في كفر الدوار، وبيلف يدخل قناة السويس ويشتبك معاه مرة تانية في التل الكبير. ولما بيتهزم عرابي وبيتقبض عليه بيهرب عبدالله النديم وبيصدر عليه الحكم غيابي بالنفي مع رموز الثورة العربية، ولأنه كان هربان بترصد وزارة الداخلية مكافأة 1000 جنيه، مبلغ كبير جدا على فكرة في الوقت ده، للي يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على عبدالله النديم. بيهرب النديم لقرية جنب المنصورة اسمها ميت الغرقة عند واحد من أعيان البلد هناك، بيستخبى عنده لمدة سنة، لكن لما بيتعرف مكانه بيسافر على بلد تانية اسمها العدوى في مديرية الغربية في ضيافة عمدتها الشيخ محمد الهمشري اللي أكرمه وجاب له بيت وكان بيشوف كل طلباته وكمان جوزه واحدة قريبته. بعد 4 سنين بيموت الشيخ الهمشري وبيبلغ عنه واحد من الفلاحين. طبعا بيهرب النديم قبل البوليس ما يجي وبيتخفى في عدة شخصيات كان بيغيرها بتغير الأماكن، مرة يبقى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومرة تانية في حتة تانية يبقى شيخ يمني اسمه الشيخ يوسف المدني، ومرة تالتة تاجر من المغرب اسمه الحاج علي المغربي، ومرة رابعة شيخ من الصعيد اسمه الحاج محمد الفيومي. حوالي 9 شخصيات أو أكتر انتحلها النديم في ترحاله من مكان لمكان ومن بلد لبلد. مرة يبخر دقنه بالكبريت فتبقى بيضة كأنه واحد عنده 90 سنة، ومرة يضربها حنة فتبقى حمرة بشكل مميز، ومرة يسيبها على حالها فيرجع لها السواد من تاني،
ومرة يسيبها لغاية ما تحصل بطنه، ومرة تانية يقصرها لغاية ما تبقى قد كف ايده. ده غير لهجته اللي كان بيطوعها زي ما هو عايز، مرة شامي، مرة يمني، مرة مغربي، مرة صعيدي. وخلال الوقت ده ما وقفش ألمه عن الكتابة يوم واحد. كان بينشر بأسماء مستعارة مقالات وأشعار كان بيبعتها في البريد لعدد من أصدقائه من الصحفيين وهم يقوموا باللازم. وبعد 9 سنين من الهروب والتخفي بيتم القبض على عبدالله النديم في طنطا عام 1891 بعد بلاغ من واحد من الأهالي اللي كان عشمان في 1000 جنيه. وقدام وكيل النيابة قاسم أمين بيتم استجواب المتهم الهارب عبدالله النديم، وبيعامله قاسم أمين بمنتهى الاحترام، بيرفض ان الحديد يتحط في ايده او انه يرجع الزنزانة بتاعته تاني، لغاية ما جات التعليمات السريعة بالعفو عنه بشرط انه ما يقعدش في مصر، ويختار النديم ان هو يسافر ليافا واللي كانت بلا منافس اجمل مدن فلسطين في الوقت ده. لما بيوصل هناك بيلاقي عدد من اهلها مستنيينه في الميناء علشان يشوفوا مين هو البطل السائر اللي واقف مع عرابي ضد الانجليز، واللي كانوا بيقروا مقالاته الجريئة اللي بتنادي بالحرية والثورة. وبيموت الخديوي توفيق عام 1892، بيتولى مكانه الخديوي عباس حلمي واللي بيعمل عفو عام عن كل رموز الثورة العربية ومنهم عبدالله النديم، اللي بيرجع لمصر من تاني وبيتعرف على طالب في كلية الحقوق اسمه مصطفى كامل، كان جاي له علشان يسأله عن ثورة عرابي ايه اللي حصل فيها بعد ما نجح الانجليز في تزوير الاحداث واخفاء الحقيقة وتلطيخ رموز ثورة عرابي ووصفهم بالخيانة. بيفرح عبدالله النديم لما بيشوف مصطفى كامل، وبيشوف ان الشباب اللي كله حماس ده مثال للجيل الجديد اللي لازم يعرف الحقيقة ويشيل شعلة الثورة والكفاح ضد الاحتلال، وان هو يتجنب اخطاء الثورة العربية واللي حصل فيها. ساعتها بيحس ان هروبه ل9 سنين وكل البهدلة اللي شافها مش على الفاضي، ومن جديد بيرجع النديم للصحافة وبيعمل مجلة جديدة اسمها الاستاذ، وبيبدأ فيها سلسلة مقالات جديدة بيحارب فيها الوجود البريطاني. ساعتها بقى بيصطدم وجها لوجه مع اللورد كرومر واللي كان المعتمد البريطاني في مصر، واللي قفله المجلة وامر بالقبض عليه. ولما تدخل الخديوي عباس حلمي صدر امر بنفي النديم ليافة مرة تانية عام 1893 بعد اقل من سنة من رجوعه هناك. بيؤمر له الخديوي ب 400 جنيه مصاريف سفر و 35 جنيه مرتب شهري يتعايش منه هناك، بشرط انه ما يكتبش اي حاجة عن مصر او عن الخديوي. وبيوصل خبر النديم للسلطان عبد الحميد اللي كان في اسطنبول، واللي لما بيسمع عن ماضيه الثوري بيعرف ان حتى قعدته في يافا مش هتبقى امان. بيطلب ان هو يجي اسطنبول وبيفرض عليه الاقامة الجبرية زي ما كان بيعمل مع كل الثوار والمتحمسين في كل البلاد. كان بيجيبهم اسطنبول علشان يبقوا تحت عينه ويعينهم في وظائف شرفية بمرتبات عالية جدا، كان بيشتري سكوتهم بمعنى اصح. وهناك عمل كده مع ناس كتير اشهرهم كان الشيخ كمال الدين الافغاني. ورغم انه النديم ما بيعرفش تركي، لكن امر السلطان ان هو يبقى مفتش على المطبوعات في قصر يلدز بمرتب 45 جنيه في الشهر. وبيصطدم النديم من جديد بالشيخ عبد الهادي الصيادي واللي كان مستشار السلطان وقتها بعد ما الف فيه كتاب اسمه المساير، بينتقد اسلوب الصيادي فيه بشكل ساخر. طبعا تمت مصادرة الكتاب، وان كان بعضهم استطاع ان هو يخبي كام نسخة، لكن عموما الكتاب مش هتلاقوه في المراجع العربية، بس اللي قروه بيقولوا ان هو كان بذيء جدا في الفاظه. بعدها بيتمنع النديم من الكتابة نهائيا. وفي زيارته لاسطنبول عام 1895 بيقابل الخديوي عباس حلمي عبدالله النديم، واللي بيترجاه ان هو يرجع بلده، وبيتعهد قدامه ان هو مش هيمسك قلم تاني ولا هيكتب في اي مكان. بيقبل الخديوي على طول، بينط النديم معاه في المركب المحروسة واللي بيتحرك من اسطنبول، لكن جواسيس السلطان بيبلغوه وفي الحال بيؤمر باستعادة النديم مرة تانية. بيروح مركب يوقف المحروسة وهي في عرض البحر ويرجعوا ومعاهم النديم. وفي اواخر ايامه بيسقط النديم فريسة لمرض السل، وكان في الوقت ده ملوش علاج. في 10 اكتوبر عام 1896 بيرحل عبدالله النديم عن دنيانا في مدينة اسطنبول عن عمر يناهز 54 سنة. بيؤمر له السلطان عبد الحميد بجنازة كبيرة بيمشي فيها فرقتين من الجيش وفرقة من البوليس، غير كبار رجال الدولة من العلماء والمفكرين، بيتقدمهم شيخ افغاني عجوز محطم كان النديم من تلامذته في يوم من الايام. مات عبدالله النديم وما سابش لاهله حاجة، لان هو كان بيصرف كل فلوسه اول باول، زي ما بنقول كده اللي في جيبه مش ليه،
ولكن ميراثه الحقيقي هو انه نجح في نقل الفكر الثوري ورفض الاستعمار للجيل اللي بعده، واللي ظهر بعد كده في نضال محمد فريد ومصطفى كامل وسعد زغلول، واتنقل لكل فرد من افراد الشعب في ثورة 1919. اشتهر النديم كمان باخلاقه وتواضعه مع الناس كبيرهم وصغيرهم، وذكائه وشجاعته وجرأته في كل اللي بيقوله او بيكتبه. ألف اكتر من 7000 بيت شعر ومسرحيتين، ويجي 20 كتاب اشهرهم كان الاختفاء في الاختفاء، واللقالق والضرر في فواتح الصور، والبديع في مدح الشفيع وفي المترادفات. وللأسف ما وصلناش منهم الا مقتطفات قليلة بسبب الهروب والملاحقات الامنية اللي لحقت النديم، كمان لان اللي انطبع منهم ووصل للناس مش نسخ كتير. صار النديم ضد الظلم والاستعمار من غير ما يطلب او يستنى اي مقابل من اي حد، ولا اي حد يعينه في اي منصب سياسي او يديله مقابل مادي زي ما بنشوف مع الاسف من كتير من صور اليومين دول. فكان فعلا ده اللي تقول عليه سائر لوجه الله، كتب عنه الكاتب والمؤرخ صلاح عيسى ومقريزي العصر الحديث الاستاذ عبد الرحمن الرفعي، واللي ارخوا هما الاثنين للثورة العربية ورموزها، ومنهم عبد الله النديم. كتب عنه كمان الكاتب والاديب محمود عوض في كتابه متمردون لوجه الله، واللي رصد فيه كتير من الجوانب الخفية في حياة وشخصية النديم. كمان اطلق الكاتب والاديب يحيى حقي عام 68 دعوة لاستقدام رفات النديم من اسطنبول يدفن في مسقط رأسه في اسكندرية، لكن مع الاسف محدش استجاب للدعوة دي لغاية النهاردة. كمان قدمت الدراما المصرية قصته في مسلسل النديم عام 82 للمؤلف يسر الجندي والمخرجة علوية زكي، واللي قدم شخصية النديم الفنان عزت العلي. دول شعر شعرة، وابنك بقى زيهم شاعر، بس انت اصبر حب عليا وهتسمع وتشوف. بقى تتلمع المقاطيع وتروحوا في بيوت الناس تاكلوا سفلقة زي الشحاتين وتقول لي شعر؟ والله زمان يا نديم، اكتب لي اشوف بدواي تاني يا عمري. تبقى مصيبة لو اتمسك، ده غبي وجاهل وحيدلهم علينا بمنتهى السهولة لو طب. اهلا يا نديم. اهلا بيك يا سعد، من زمان كان نفسي اشوفك، بتابع مقالاتك العظيمة ونشاطك في اسكندرية. لا ما هو بقى افهم، شي نديم وعرابي وراحهم وجوم، واني هنا زي الجحش. لا افهم افهم ايه اللي بيحصل يا حارة العشماوي. كل يوم هكون بشكل ولهجة شكل تناسي ان انا اتربيت في حي المنشية في وسط يمنيين ومغاربة وحجازية وتوانسة. انا من صغري حفظت لهجاتهم. بس شوف، رغم التخفي العظيم ده انا لسه خايف عليك. الحق كان فجر طالع وصوتنا كان الاذان، والفلاحين قاموا وقامت مصر. لو عجبتك الحلقة وأضافت إلى معلوماتك التاريخية، ما تنساش تتابع قناتنا وتفعل التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. تابع كمان حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي هتلاقوا لينكاتها تحت في الديسكريبشن. بنرحب دايما بمناقشاتكم وآرائكم، وأنا استمتع بالرد عليها. استنونا في حكاية جديدة، وأقل الروم.